من برلين ينضم إلينا مراسل الغد يمان شواف، ومن لندن ينضم إلينا محمد فنيش. أبدأ معك يمان، يعني ما هي آخر إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في ألمانيا؟ نعم، الجديد هو الإجراءات التي اتخذتها الداخلية الألمانية والتي بدأت من الأحد اليوم طبقت بشكل رسمي، وهي إغلاق الحدود مع التشيك، وذلك وأيضا إغلاق الحدود مع بعض المقاطعات مع النمسا. وهذا الأمر يعود إلى ارتفاع أعداد الإصابات في النسخ المتحورة لفيروس كورونا. حسب وزارة الصحة الألمانية فإن ألمانيا قامت بتطعيم نحو 1,700,000 شخص حتى أمس، هذه البيانات وفقا لوزارة الصحة الألمانية، أي ما نسبته 3.3% من أعداد السكان. أعداد اللقاحات التي استلمتها ألمانيا تجاوزت 5 ملايين جرعة حتى اللحظة. كان العدد الأكبر لهذه الجرعات من شركة بيونتك وفايزر. هذه العملية التي تسير ببطء، أن هناك قلق لدى الناس ربما الحديث عن تمديد الإغلاق من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لأن المسؤولين هنا في ألمانيا يتحدثون على أن الوسيلة التي نجحت في الموجة الأولى فيها ألمانيا بالتعامل مع فيروس كورونا كانت الإغلاق. لذلك ترى الحكومة أن الإغلاق ربما هو السلاح الأكثر فعالية في مواجهة هذا الفيروس والنسخ المتحورة منه، إضافة إلى ربما تكون وهذا أيضا ما تحدثت عنه ميركل، وهو أن الأيام والأسابيع والأشهر القليلة القادمة ستشهد مزيد من الإسراع في عمليات التلقيح، وربما تكون خطوة موازية لعملية الإغلاق لتصل الحكومة إلى الهدف المنشود، وهو 35 لكل 100,000 إصابة 35 إصابة، وهذا العدد الذي خفضته الحكومة الألمانية من 50 لكل 100,000 إلى 35. هذا الرقم الذي تسعى إليه ألمانيا لتبدأ تخفيف إجراءات إغلاق القيود الإغلاق. طيب، العام. مراسل الغد محمد فنيش. محمد، تم تطعيم 15 مليون شخص كما وعدت الحكومة البريطانية في خطتها لتطعيم الأشخاص هنا في بريطانيا. ما هي خطة الحكومة المقبلة في هذا الصدد؟ نعم، نحن نعلم أن الحكومة البريطانية منذ 8 من شهر ديسمبر الماضي أعلنت عن الخطوة الأولى، وهي إنجاح المرحلة الأولى من التطعيم، على أن تصل إلى اليوم إلى 15 مليون شخص يتم تطعيمهم، وهذا ما نجحت فيه حكومة بوريس جونسون. لكن المرحلة الثانية تبدأ الآن لمرحلة لمن هم أعمارهم من 65 سنة حتى 16 سنة، وبالتالي يتم تركيز على من يعانون من الأمراض المزمنة، من يملكون مناعة أقل، من أجل أن تدخل المرحلة الثانية نجاح أكبر. لكن هناك خط آخر متوازي مع العملية، وهو أنه هناك ارتفاع للإصابات كلما تم تخفيف إجراءات الإغلاق. وفي هذه الموجة التي تسمى هنا الموجة الثالثة كان هناك إصابات كبيرة جدا، كان عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 سواء في السلالة البريطانية أو في بعض السلالات الحديثة كبير جدا، وبالتالي يبدو أن الحكومة تتخوف من أن تعطي وعد بتخفيف الإجراءات. ننتظر ما كشف عنه بوريس جونسون اليوم، أنه سيعلن عن خطته في 22 من هذا الشهر. تعهد بفتح المدارس في 8 من الشهر المقبل، لكن حاول الكثيرون أن على الأقل يقتنصوا خطوة من رئيس الحكومة، لكن يبدو أنه جد متحفظ. قال أنه سيتخذ بعض الإجراءات لتخفيف الإجراءات، لكنه بحذر كبير، سيكون هناك حذر، وبالتالي يبدو أنه يريد أن يتجنب سيناريو انتقادات المعارضة للموجة الثالثة والثانية والأولى على حد سواء. طب حوالي 15% أيضا يرفضون أخذ اللقاح في بريطانيا محمد، ما هي خطة الحكومة لإقناعهم بأخذ اللقاح؟ هناك من ينظرون بنظرية المؤامرة، هناك من يشككون، هناك من يتخوفون، هناك سيناريوهات كثيرة. لكن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم طالب حتى من بعض موظفي قطاع الصحي، وهنا تحدث عن بعض الأجانب الذين لم يتلقوا اللقاح إلى حد الساعة. نحن نعلم أن التطعيم هنا في المملكة المتحدة هو أمر اختياري وليس إجباري، لكن
هناك كذلك خطوات موازية كأنها ستتجه في الفرض التطعيم على اعتبار أنه لا يمكن مستقبلا السفر الدولي إلا للشخص الذي يحمل بطاقة التطعيم. هناك كذلك محاولة مرنة من أجل إقناع الجميع بأنه لابد من أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية من اللقاح لكي نجعل البلد آمنا كما وصف ذلك بوريس جونسون، وقال أنه لا يمكن أن تكون المملكة المتحدة آمنة حتى يتلقى الجميع اللقاح سواء في المملكة المتحدة أو حتى في البلدان الأخرى، داعيا إلى التعاون الدولي من أجل أن يكون هناك تعاون للدول الفقيرة وتوفير اللقاح فيها حتى تكون هناك مناعة دولية ضد هذا الفيروس. هناك كذلك تخوفات من هذه السلالات الحديثة، هل سيستمر اللقاح الطبيعي في جرعته الأولى والثانية في وقف سلالة جنوب إفريقيا والسلالة البرازيلية، أم أنه لا بد من جرعة ثالثة للحد من انتشار الوباء؟ محمد فنيش مراسل الغد كنت معنا من لندن، ويمان شواف مراسل الغد كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لكما.